شحال الدرس اليوم شحال؟ 28 29 بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا السعي الله تعالى سبحانه عز وجل صنفه في لائحتين، الميسرين لليسرى ها هي خصالهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فالنتيجة سنيسر، وأما الميسرين للعسرى فهم الذين توفرت فيهم هذه الشروط، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط الإنسان أبدا لن يسعفه ماله، والتردي يمكن أن يكون حتى في الدنيا وليس فقط الموت والآخرة والتردي في جهنم. ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى، البدايات والنهايات. ثم فأنذرتكم نارا تلظى، وصلنا لهذا اليوم الدرس 29، فأنذرتكم نارا تلظى. تحدثنا عن الفاء وأن دورها تفسيري، ثم أنذرتكم تحدثنا على أن النظارة هي داخلة في وسائل الهداية، هداية التبليغ، هداية البيان التي نحن مسؤولون عنها أنا وأنت. فكل واحد ينبغي أن ينذر الناس. الشراز تكلمنا عليه ذيك المرة، ثم قلت بعد ذلك يراك تعقلوا، من هو هذا الذي يؤهل لكي ينذر الناس؟ من؟ من؟ أولا إذا جبنا وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صعد على جبل الصفا، صعد اسمع على جبل الصفا ياك، ماذا قال لهم؟ أرأيتم زيد لو أن وراء هذا الوادي جيشا في طريقه إليكم يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب جميعا. إذن ما هي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه المواصفات الواجب توفرها في من يؤهل للنظارة في الأمة؟ زيد أولا في جبل عالي يرى من ورائه ومن أمامه، لم يكنش في الجبل فين يشوف؟ يشوف غير من الجبل له الجبل واسمه حاجز، لا يرى ما وراءه، لا يرى الآخرة، وإنما ارتفع هذا بإيمانه. تعالوا إلى كلمة، ارتفع بإيمانك، فإن العلمانية وكل منهاج أرضي يقطع الصلة بالله ولا يؤمن بالآخرة هو منهاج محكوم عليه بالضيق، ضيق ضيق الأفق، ضيق الصدر، ضيق الرؤية. لكن ما غاديش هما يفهموا باين لا الناس اللي مأمنين بالآخرة هما اللي راهم ثابتين ولو تكالب عليهم العالم. علاش؟ وكل شيء واحد كما قالوا كل شيء واحد واسمه سراس سلم أي قوة كيفما كانت إذا لم تكن مؤمنة بالآخرة إذا أصابها عشر معشار مليار مرة مما أصاب إخواننا بعد أقسم بالله واسمه لسلمت. ولكن من الذي جعلهم لا يسلمون؟ لي الآخرة الآخرة الآخرة. ولذلك دام سيد النبي صور دوك الناس اللي مأمنين بالاخره زيد في مكان مرتفع، على مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاه وبعضهم اسفلها. شكون هذوك اللي اعلاه؟ هم القائمون على الذين ينذرون الناس الذين يضرون وينهون، انما رفعهم الله في سفينه الحياه لأنهم إنما يريدون للأمة أن ترتفع عن الماء المالح عن الدنيا، والنظر قاصرا لمن جاء هناك في الأسفل أنهم لا بد لهم من الماء، والماء الذي يروي عطشك هو ما عند المؤمنين هو الإيمان بالآخرة. ولكنهم عياذا بالناس والآخرة فقالوا أن خرقنا لكي يصعد إليهم الماء المالح، يعني والماء المالح تاع الدنيا هو كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا،
ومن كان له واديا يعني من ذهب ابتغى ثالثة ولا يملأ أوجف ابن آدم إلى التراب ويتوب ربك على من تاب فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا زين ونجوا جميعا وإنهم تركوهم هلكوا جميعا. إذا فالذي ينذر الناس منذر جيش واسمه إما يرتفع على زين على مكان عال فيرى أو لا واسمه كان يدير كي كان يدير النذير العريان اللي ما يطلعش على الجبل واسمه كان يدير كان يركب على فرسه زيد زيد ويغير رحله زيد زيد ويشق الجيوب ويأخذ ثوبا ويصعد على الجبل بخيل بحصان ويقول أنا النذير العريان أنا هو عريان عريس درجر أنا النذير العريان. ما معنى النذير العريان؟ أنا أنذركم بجيش صبحكم ومساكم. والجيش معنى تعز مع الجيش تعز هو العدو الذي يفترسك. وهذا الجيش هذا تاع الدنيا هذا يمكن قصارى ما يمكن أن يصل إليه هو أن يضع حدا لحياتك ولكن تشيل الجنة. ولكن المصيبة تاع العدو ديالك الذي ينبغي أن تنذر الناس دائما من وجهه هو أنه يزيد يفسد عليك دنياك وآخرتك. هذا 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 هو المشكل، هذا هو المشكل الكبير. إذا قلنا النذير واسمه هو زين مكان مرتفع وأقل. ما معنى مكان مرتفع؟ مرتبط بالله والآخرة أقل. النذير مرتبط بالله عالي، مرتبط بالله واليوم الآخر. ثانيا زين أنه يرى ما لا يرى الناس. لماذا؟ لأن وجوده على قمة الجبل تمكنه من رؤية ما لا يرون، فهو يرى من ورائه كما يرى من. ثالثا زين زين ها أي أستنى عز 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 أن يكون ماذا؟ ما جربنا عليك منك أن يكون صادقا. فإن زيد فإن زيد فإن زيد من يصير ويسير أمام الناس لا يمكن أبدا أن يكذب قومه. الرائد عقل على هذا المثال، الرائد لا يكذب قومه. الرائد شكون هو؟ هو الذي يسير أمام القوم، هو الذي يأتيهم بخبر ما في الطريق. يا أخي درستي كبركم في الطريق تاع ربي هاك يديروا باش توصلوا، فيخبرهم على المطبات التي في الطريق وكيف يمكن الإنسان أن يسلك تلك الطريق لكي يتجاوز تلك العقبات. فلا بد من علم ولا بد من كذا، ويفوت حياته كاملة هو يدير الدروس وهو يحذر الناس وهو يدعي الله تبارك وتعالى وهو لأنك تولي هي وظيفته. إننا إلا أش كي يقول سيدي ربي في سورة الأعراف زيد زيد لو كنت أعلم الخير لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مستيقظ. إننا إلا نذير، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا نذير، أنا لا أعلم الغيب ولكن مهمتي أن أنذر الناس. إذن الأولى واسمه أن يرتفع بإيمانه لأنه يؤمن بالله ولم يؤخر ويتحسب لذلك اليوم الذي يلقى فيه الله تعالى لكي يسأله على ما كلفه الله به لأنه ينتمي إلى أمة الرسالة. فبلغوا عني ولو آية. فأنت الآن مسؤول، أنت مسؤول يا من تسمعوني، بلغوا عني ولو آية. قبيلات قالت لي واحد وأكسرت لركتها واحد المرأة أنا في المغرب كتتوصل معايا كدير الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني موظفة وكدير الدعوة. قالت لي واش يمكن لي ندير الدعوة وراني كندير الدروس وكذي للنساء وراني نقرا لهم في, 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 في التفاسير وكذا، واش قلت لها هذه تسأليني عليها؟ هذا هو بلغوا عني ولو آية فيها زيد فيها زيد تكليف وتشريف وزيد وتخفيف. تكليف بلغوا، تشريف عني أي تبلغ عن الله. أنت ما تبلغش على شيء شي 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 شركة تاع الدخان تولي دير بيبليسيتي للدخان، دير بيبليسيتي للعري، وانت كدير بيبليسيتي لسيد ربي، الدين ديال سيد ربي واسطة بينك وبين الخلق، تحبب الخالق إلى المخلوق وتحبب المخلوق إلى الخالق. ثم هو تشريف ديز وهو تخفيف ولو آية اللي تقدر اللي تقدر اللي عرفته كل ما تتقنه في هذا الدين بلغه. إذن هذا هذه مسؤولية الأمة كلش. إذن واسمه مرتفع بإيمانه زيد يرى إن شاء الله ما لا يرى الناس، صادق. ومن بعد واسمه هو من بعد واسمه زيد يحب الخير لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير للناس، كان رحمة تنسك. وأعطيتكم ذاك المثال حينما زار جاره اليهودي عندما مرض ولده فقال قل لا إله إلا الله، فصار ينظر إلى أبيه كأنه يريد أن يستأذن
فقال له والده وهو عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قلها فإنه الأمين. فقالها فوقف النبي وترك المكان وتهلل وجهه كأن الشمس بأبي وأمي ونفسي له الفداء تجري في وجهه ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. هو يدفع حجزنا عن النار، يقول لك أنا أدفع حجزكم عن النار وتأبون إلا أن تتقحموا فيها كالفراش، كذاك الفراش اللي كيجي شتظو الكانكي ولا شي حاجه نتاع الضو ولا كاع الا بغيت تقتل الناموس واش مدير لهم؟ دير ديك اللي فيها الضو هذيك، دير هكذا يمشي تما، يمشي تما يتحرق. ما تقولوش كالناموس اصاحبي، انتوما ماشي ناموس، فو نات با ديز ناموس، انتوما ماشي ناموس، انتوما كل ربي كرمكم سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا ادفع حجزكم عنه وتأبون الا ان تتقحموا في النار كما يتقحم الفراش في ضوء الشمعة أو ضوء الفانوس ولا شي حاجة اللي عليه. إذا فهو يحب لكم الخير. والثالثة واسمه زين يخاف عليكم. شفت أخويا مواصفات المنذر، أيكون مرتبطا بالله ولا مخير حتى يصدق في دعوته فيكتب الله القبول لدعوته وتجد الطريق إلى القلوب. ثانيا أن يكون إن شاء الله تبارك وتعالى عارفا بمطبات الطريق. ثالثا أن يكون صادقا في تبليغ الدعوة. رابعا أن يحب الخير للمدعوين والمنذرين. يقول كما قال السيد ربي سبحانه عز وجل زين، بس يقول ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، إلا على الله. والسيد سوا اسمه يخاف علي من يتقحم في النار. هذه هي إن شاء الله فأنذرتكم، هذا المنذر. إذن فالنظارة تزيد وسيلة من وسائل التبيان، هذيك اللي يقول في السدب إن علينا للهدى. فالنظارة والبشارة هي من وسائل زيد تبيان الحقيقة وتخويف الناس. اللي حسب لك كاين شي ناس لو كان تبقى الله يحفظه ويستر غير تبشرهم كيما جو على من 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 صلى انا واحد شي واحد اللي يدير الدروس يقول لك ديك تكلمي غير الجنه واخا، ودرت له الدرس واحد اللقاء قال لي هذاك واحد السيد قال لي دير لنا غير الجنه، قلت له واخا. قلت له قال علي من توضا واحسن الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه ودخل من ايها شاء. اسكت له فرح. الثانية زيد الحديث من صلى البردين دخل الجنة، صلاة العصر وكذا، زاد فرح، زاد فرح. منين قلت له على مثلا رمضان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خندقا كما بين الخندقين، بين الخندقين كما بين المشرق، زاد فرح. تكلمت له على الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة ومن حج ولم يرفض ولم، وجبت له على الصدقة وجبت له على صلة الرحم كل شيء فيهم الجنة. اوه بخيرة بزاف. قلت له ولكن تسمحوا لي واحد دقيقة إن شاء الله يا جماعة. قلت له إذا لم يكن هناك ما يبطل هذه الأمكور لها. كاين شيء يبطل؟ نعم. واسمع الشرك يبطل لا شركت لا يحبطن عمله. استهزأت بالقرآن. استهزأت بالدين. تكلمت بغير علم. وربي وربي زيد الرياء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ربي يا رب. الكبر من كان في قلبي مثقال ذره من كبر دخل النار ولو صلى 70,000 عام على قدم واحده بين الركن والمقام. والحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. يا ربي يا ربي يا ربي. ولذلك دائما احنا عندنا في التربيه والتزكيه التخليه قبل التحليه. قبل أن يطلب منك بإذن الله تعالى الطاعة يطلب منك أولا أن تترك المعصية، فقليل الطاعة مع ترك المعصية أمر نافع، وكثرة الطاعات مع وجود المعاصي المحبطة كالعجب والغرور والكبر والرياء والحسد والبغضاء هذه تحبط الأعمال. قال ولا تبطلوا أعمالكم. أقدر ولذلك سيدنا ربي ما قالكش من عمل الحسنة، ما قالكش، قال لك من جاء بالحسنة. ما معنى من جاء؟ أي ليس عاملها فقط،
ليس العبرة بأن تقترف الحسنة فكل الناس يقترف، قالنا تصلي قالنا، لكن من ذا الذي يستطيع أن يحافظ على ذلك العمل من كل المحبطات فيلقى الله به فيجده يوم القيامة زد حسنات قبلها الله وحافظ عليها، حتى قال المربون زد إن الحفاظ على الحسنة أشد من إن الحفاظ أشد من اقترافها، إن الحفاظ على الحسنة أشد وأصعب من اقترافها. فالبر والفجر يمكن يدير الحسنة، ولكن من ذا الذي يوصلها إلى يوم القيامة؟ شكون؟ المتقون. إذن هنايا فين وصلنا إن شاء الله؟ وصلنا لمن؟ وصلنا هذه الصفات نتاع هذا الذي يدعو، وهذا تفصيل ديك الفا فين فا؟ هذا تفصيل لمن؟ إن علينا للهدى. وهذا مطلوب منكم جميعا أن تقوموا به بإذن الله. النظارة إذن لماذا؟ ما المقصود الآن من النظارة؟ ما الذي تريد تحقيقه هو أنت تنذر الناس؟ تنقذوا من الله. إذن ما اسمه هو الذي تريد أن تحدثه في الناس؟ زيد زيد الخوف من الجبار وعقاب الجبار الناتج عن الاستخفاف بحرمات الله. قال العلماء النظارة لتخويف الناس هو صوت يلهب ظهور المكلفين لإبعادهم عن المعصية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت حينما تدعوهم وتخوفهم كتقول خلاص درت لك ها النار في الراء غادي معها الطريق أراك تطيح فيها رعانا، فأنت تحاول زيد أن تسحبهم من الطريق المؤدي إلى النار. خصهم يشوفوها، تقوا النار لعلكم تفلحون. تقوا تقوا النار، ما معنى تقوا؟ اجعل بينك وبين النار وقاية، أي كل ما يقربك من النار زيد تحذر الناس منه، أتبعدهم بزاف على النار. فما الذي يحدثه وتحدثه النظارة للأقوام إذا كانت زيد منبعثة من قلب صادق يخاف الله؟ ما الذي ينقل واسمه ينقل زيد هذا الإحساس زيد بتعظيم الله إلى قلوب المنذرين. أو يا رب رب كان منصور بن عمار عقله على كان منصور بن عمار سئل ذات مرة الناس ينذرون ويخوفون ويعظون ولكنهم لا يؤثرون والحاضرون المستمعون لا يتأثرون، فكيف أنت تقول نفس الكلام ولكن تأثيرك كان 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 ليموت في هذا منصور بن عمار كان اللي كيموت في الحلقة نتاعو من شدة ما يوصلهم إلى الخشية نتاع صدر منصور بن عمار، هذا معروف. تعرف شحال سلم من واحد نتاع من غير مسلم في المجلس تاع الموعظة ديالو؟ الله أكبر، حنا اليوم ما عندناش الوعاظ، حنا غادي نبقى نجي لكم نتكلم لكم على هذا اللي كيقول لكم شي بغيت توعظني. هذا منصور بن عمار هذا قال له ما الذي تقوله أنت يخالف ما يقوله الآخرون؟ نفس الكلام، ولكن لماذا أنت تؤثر والآخرون لا يؤثرون؟ قال لهم الكلمة المشهورة، قال له زين ليست زين الثكلى المستأجرة ولا ليست النائحة المستأجرة كالثكلى. النائحة المستأجرة هذيك اللي يكريوها باش تبقى تبكي على واحد الناس ماتوا لهم، هذوك يسموا من النائحات، هذه النائحة التي تسربل بسربال النار يوم القيامة، هذا العمل والعياذ بالله الذي يجدد الحسن حرام. قال له هذيك وشحال مزت لها نتاع الفلوس واسمه تبكي على حساب الفلوس، ولكن التي فعلا فعلا فقدت فلذة كبدها الى بكى باش يبكي يبكي بقلبه. فكذلك واحد اللي عنده القلب منزوف ويخاف الله تعالى فهو ينقل ذلك حقيقة حتى لكأن لهيب خوفه من الله يصيب القلوب مع الكلمات، فلن تبقى أبدا ولن تظل تلك الحروف التي يلقيها كلمات وهواء، ولكن يخرج الهواء مع حرارة الخوف بالله ثم يشق الصدر وينفذ إلى أعماق القلب. الله أكبر. لذلك دائما النظارة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى هذه
المراتب التي ذكر العلماء بديها لكم الأولى إن شاء الله. أول مرتبة إن شاء الله نتاع النظارة اسمه أنك توصله لمن؟ زين؟ زين؟ أن يخاف ارتكاب المعصية الخوف. هذا يفكر في المعصية ولا ما يفكر؟ يفكر. ولكن كي يجي للمعصية واسمه يدير؟ يحضر الخوف فيترك المعصية. وهذا يكون في ظل عرش الرحمن. وامرأة ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله. الله إني أخاف الله. من هم بالسيئة زيد ومن اللي قرب يديرها خاف الله كتبت له حسنة كاملة. هذا الخوف معناه مازال العقل ديالو مازال العقل ديالو زين، مازال العقل ديالو يفكر في المعصية، مازال القلب ديالو يشتهي المعصية، لكن منين تجي المعصية ربي يثبته. هذا فعل النظارة. ثانيا ومن بعد ملي بقى يدير هكذا مرارا ويحقق خشية واسمو يدير يرتفع لمن 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 زيد لمن يرى للخشية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا ما ولاش الخوف، الخوف هو كل شيء الناس. يعني هذه إن شاء الله الرتبة تاع المؤمنين العاديين. كيجي يصلي الله يقول يا ربي براني غادي براني غادي. إلا طاح هذاك طاح. لكن الخشية واسمو هي؟ واسمو الخشية؟ هو لا يفكر أبدا فاش؟ في المعصية. أي استطاع أن يخرج من عقله زين تذكر المعصية والشوق إليها خرج من القلب ديالو باش عوضها اللي خشى الله تعالى باش عوضها باش عوضها لا هو راك دير الطاعة ولكن الطاعة هي نتيجة نتاع شي نتاع شي فكرة ونتاع شي إذا واسمه زين أصبح عقله يفكر في آلاء الله. شو هذاك كان قبل ما هذاك الخايف من سيدي ربي واسمه كان يفكر في المعصيه كيجي يعصى واسمه يبعد منين فين يطلع يطلع للخشيه الخشيه واسمه هي هي انه زيد لا يفكر اصلا في المعصيه ولا وفاش يبقى يفكر يشغل نفسه بالذكر زيد زيد وتذكر آلاء الله الحمد لله نعم الله وكذا حتى منين يجي ناس يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسخانا واوانا وكافانا كل حاجه يشوف نعمه الله كل حاجه يشوف نعمه الله كل حاجه حتى يمشي للمرتبه الثالثه واش هو المرتبه اللي فوق الخشيه واش هو هي الوجل الخوف تذكر المعصيه وتركها عند الهم بها والخشيه اخراج المعصيه من الفكره والعقل ومن القلب وملء العقل باش بذكر نعم الله وآله واسمه هو الوجل الوغش الوجل واسمه هو الوجل ها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون لا إله إلا الله الخشية هي الأولى الذين هم من خشية ربهم مشفقون وزيد والذين يؤتون ما آتوا قالت عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله وزوجته في الجنة ولعنة الله على من يتهمها بما برأ الله بها قالت يا رسول الله هؤلاء شكون هم الذين يعصون الله ثم إذا عصوا زيد خافوا الله ووجلت قلوبهم قال لا يا ابنة الصديق هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ربما يجاهدون ولكن يخشون ألا تقبل منهم طاعة هذا فات قضية هذا فات هذا راي يصل الليل بالنهار في الطاعة ما يفكرش كاع في المعصية كاع ولكن يخاف زيد ألا تقبل منه أو ربي 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 شو النظارة فين توصل والرابعة واسم الخوف والخشية والوجه مرافقش الحياء
من الله. قال له النبي استحيوا من الله حق الحياء. قال إنا نستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك الحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. الله أكبر، حتى زينة الحياة الدنيا يتركها، حياء شامل، ما يبقاش يعني الوجل، الوجل واسمه يولي الوجل يكون غير في القلب، لكن حينما يتوسع وينتصر يولي واسمه حياء. تستحي أن ترفع بصرك إلى ما لا يرضي الله، تستحي أن تسمع شيء لا يرضي الله، تستحي من ربك أن يراك في شيء لا يرضي الله. الحياء يمنعك من الجرأة على أن تقترف الصغيرة، مش الكبيرة، الصغيرة. الله أكبر، لا إله إلا الله. ومن الحياة فين توصل؟ العلم. كيف العلم؟ كيف جاء العلم؟ الحياة وجول العلم، فتصل إلى درجة زين. واسمه ألا تنظر إلى صغر المعصية وإلى صغر الأمر وكبيره، ولكن تنظر إلى عظمة الآمر. باب باب تولي عندك واسمه، شوف وجه الله تعالى، شوف العظيم. ما يمكنلكش تدير شي حاجة، ما تقولش باللي هذه سنة نخليها، أو لا تقول هذه غير ذنب صغير نخلي معليش. لا لا، الآن أنت لا تنظر إلى هذه المقادير التي يحددها الفقه، هذه فرض، هذا ركن، هذا واجب، هذه سنة مؤكدة، هذا سنة، هذا مندوب، هذا كذا، الأخرين هذا حرام، هذا أكبر الكبائر، هذه كبيرة، هذه صغيرة، هذه لمم، هذا مكروه تحريما، هذا مكروه تنزيما. لا، يولوا عنده كل شيء، يستوي كل شيء، لأنه لا ينظر إلى مقادير الأعمال لا في الطاعة ولا في المعاصي، ولكن ينظر إلى عظمة الآمر. أي عظمة، وصل للعلم، العلم تعظيم الآمر، النظارة توصلك إلى أن تعظم الله. ومن بعد فوق العلم كاين شي حاجة، فوق العلم كاين شي حاجة، فوق العلم إن شاء الله كاين شي حاجة، فوق العلم من الرضا فترضى عن الله، كاين شي حاجة فوق الرضا زيد، كاين شي حاجة فوق الرضا المحبة فيحبك الله، كاين شي حاجة فوق المحبة آخر مرتبة واسمية أن تدخل في سلك الولاية، من عادى لي وليا فقد آذنته. يولي اللي قيسك مشى، اللي قيسك مشى، اللي قيسك مشى، بنام. إذا اسمه هو هذا، فأنذرتكم النظارة توصلك إلى الخوف. ما معنى الخوف؟ زين، أنك تذكر المعصية، تشتاق للمعصية، ولكن عند الهم بالمعصية تترك المعصية، وهذا يستحق صاحبه ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. لمراسمه الخشية أن لا تذكر المعصية، يعني يوسف أن لا، ولكن تملأ عقلك وفكرك باش بذكر آلاء الله ونعمه. الثالثة أن تصل إلى الوجل. ما معنى الوجل؟ أنك تسارع في الخيرات وتخاف أن لا يقبل منك. والرابعة تصل إلى الحياء الذي يجعلك تترك زينة الحياة الدنيا ثم تقبل على الآخرة، فترتب أولوياتك الآخرة الآخرة الآخرة. ولذلك حاجة اللي وقع لك شي مشكلة على الدنيا مع أحبابك تنازل على الدنيا، قل لك على الدنيا أنا خطأك ها قديها. هذا وصل المنطقة لدعمل تعمل وصل الحياة، وصل المرتبة ديال الحياة، فوق الحياة واسمك العلم، يعني أن تنظر إلى عظمة الآمر لا إلى الأمر، والمقادير التي يحددها الفقه لا في الطاعات ولا في المعاصي، هذه ديال الفقهاء. أما هذا في مشى، مشى أنه وصل إلى العلم الحقيقي، ومن بعد العلم واسمه الرضا، وهذا الرضا رضي الله عنه صافي، ما بقاش يختار مع سيد ربي سبحانه وتعالى. الله أكبر، في التكليف وفي المقادير، في التكليف وفي الأمر التكليفي والأمر القدري. ومن بعد واسمه يزيد المرة المحبة، فإذا أحبك الله حببك إلى خلقه وجعل لك القبول في الأرض، وإذا وصلت إلى ذلك أدرجك الله في سلك أوليائه. وهذا الحديث عظيم، من عادى لي وليا فقد آذنته. ابن عمي ادخل في حرب مع الله على ابن آدم،
انا واحد يا ربي يا انت انا انت عجبنا يا هذا الناس هذو يسبوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ويطوفوا على المقام ديال الفيروز اللي قتل عمر وراهم يستناو من سرورهم القضيه نتاع فلسطين. ها والله العظيم الى زعما امر عجيب يا سيدي الامه المخدوعه يعني. يا سبحانك يا رب يا سبحانك يا رب يا سبحانك يا رب. النقطه الاخرى انذرتكم انذرتكم باذن الله تبارك توصلوا الى الخوف الدرجه الاولى. يلا قولوا لي ان شاء الله ثلاثه نتاع المعادلات في الخوف. وهذا من الاثار التربويه لتخويف الناس بعذاب الله. كاين الفرق باش واسمعوا ان تخوف الناس بغير الله ويخوفونك بالذين من دونه. اعوذ بالله اعوذ بالله يخوفك بال وسيد ربي سبحانه يقول يا زيد فاتقون يا زيد فارهبون يا فارهبون خشوني خشوني الذين يبلغون رسالتي لا ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. خشية الله سبحانه وتعالى. اذا نعطيكم واحد ثلاثه تاع يعني تفيدكم ان شاء الله في الحياه نتاعكم ثلاثه تاع المعادلات. المعادله الاولى فهمها مزيان. قال عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى لا يجمع على عبد امنين ولا خوفين. فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. قال مع راسك هذا اللي يخوفك في الدنيا باغي لك باش تروح آمن. اللي يخوفك باش توصل سالك أحسن اللي يغرك وطيح في الطريق. ها؟ سمعت؟ من خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة. با 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 با. والثاني من أمن الله في الدنيا ولم يخفه خاف خوفا عظيما يوم القيامة. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدهم. قولوا شكون هما اللي ما يخافوش يوم القيامة؟ شقولوا لي إن شاء الله بانطلاق من القرآن أنا بحال راني نتشعب معكم بزاف المشكلة ياك. أولياء الله أولياء الله كان أولياء الله لا خوف عليهم. هذا زيد كان شي حاجة برمس الله هم أولياء الله في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه الأولى. الثاني شكون اللي ما يخافش من القيامة؟ ها بعد 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 كاين بعد كاين سبعة في الحديث إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد رجل تحب في الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال رجل تصدق بيمينه حتى ما تعلمش ورجل ذكر الله خليفة فلطعنا. زيد كاين شي في القرآن شي حاجة؟ أولا لا بغيتو تبدوا بالوالا شكون هما؟ هما اللي مؤمنين ويطيعوا الله. اش كاين يقول السيد ربي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف. هذه يقدروا لها كل شيء صح. هذه الدعاء ديالكم آمن بالله واليوم الآخر وصلي وزكي يا صاحبي. يا صاحبي ها أنت يوم القيامة تروح آمن. هذا هذا متيسر لكل مسلم. هذه الأولى. الثانية شكون أخر؟ الاستقامة. إيش قال سيدنا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف وعليهم ولا محزون. صورة شكون شكون؟ شكون؟ أشكون؟ أش من الصورة هذه؟ ها؟ واسمو هذا الصورة هذه إن شاء الله تبارك الأحقاف فصلت هي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا زيد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ها هما زوج. إذا الاستقامة الإمامة استقامة. الثالث شكون؟ هذا الإنفاق. والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا حزن. كاين شي حاجة أخرى؟ الشهيد في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموال بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا هذو لا يخافون. اذا سيدي ان شاء الله تبارك وتعالى القاعده الاولى واسمها هي زين الله لا يجمع على العقل عقل الى اخته هنايا تروح امن.
هنا ما تخافش. يقول لك اودي انا معليش كاع الناس راه ديرها، كاع الناس راه تزني، كاع الناس راه تاكل الربا، كاع الناس راه دير كذا. هكذا الناس دير بهالطريقه تتعامل مع اوامر الله تبارك وتعالى، هذا سيخاف سيخاف. القاعده الثانيه واش مهم؟ من خاف الله خوف الله به كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. عقل على القاعده، لا تخاف الله يسربك الله سربال الهيبة الهيبة في الله. قال لهم ابن هبيرة، هذا كان من الظلمة، واش قال لهم؟ واش قال لهم ابن هبيرة؟ واش قال لهم ابن هبيرة؟ واش قال لهم ابن هبيرة؟ قال لهم وقفت قدام العظماء زيد، وما خفتش وما قصتش القشعريرة قد ما وقفت امام الامام مالك. ويا ابن واش الامام مالك عنده شي سلاح؟ هيبة، هيبة من يهاب الله. عمر كيقول في المسعى عجبت لك يا عمر ما سلكت في الجن الا سلكت الشياطين في الجن غيره، لان خفت الله فخافتك الشياطين. الله 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 الله. شوف واللي ما يخافش الله واسمه يخاف البعوش، يخاف جريلو، يخاف سراق الزيت، الفار شي حاجه كبيره، يخاف سراق الزيت. وي 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 يجي هو راجل زعما، هذه امه امه بنادم وياك شي ولد يخاف مسكين، يخاف لان القلب واسمه، القلب ما فيه السدر واسمه فيه في البخوش هذاك. والمعادله الثالثه واسمه هي المعادله الثالثه، ما من احد تخافه الا تفر منه، إلا الخوف من الله يدفعك للفرار إليه. أو يا لأن شكون يسلك بربي؟ اللي يسلك بربي هو ربي. يعني إلا هربت من شي واحد راك تهرب باش تسلك منه، مثلا نهرب بهذا نمشي عند شي واحد قوي يحميني، نمشي عند القاضي ولا نمشي عند المحامي ولا نمشي عند واحد عنده القوة البدنية ولا نمشي عند واحد عنده فلوس بزاف، المهم عنده شي وسيلة زايدة باش يسلكني. أما سيدي ربي منين تخافوا؟ تهرب منه ولا لا هرب؟ ولذلك النبي اش كيقول في الدعاء؟ اللهم اني اعوذ بك زيد، اللهم اني اعوذ بك من برضاك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، واعوذ بك منك، اعوذ بك من التجئ اليك زيد لتدفع عني، التجئ الى صفات رحمتك لتدفع عني صفات جلالك، التجئ اليك زيد لكي تحميني بصفات جلالك فتدفع عني صفات جلالك. ففروا الى الله اني لكم شر منه نذير. جات زوج مرات من التابعين في سوره الذاريات، يا الله اني لكم نذير مبين. اللي كان ينذرهم يقول لهم اسمه، يقول في النذر اسمه قال لهم اش قال؟ اش قال لهم؟ قال لهم اسمه ففروا الى الله اني لكم منه. يا ابن عمي على نظارك داير اخلا دار شرك، راني نخوفكم به اذا هربوا ليه؟ راه ما يسلككم منه الا هو، لا ملجا منه ولا ملجا الا اليه، كما قال سيدنا الدب على الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ضاقت عليهم ففروا الى الله. واش نتايا يقول لك علاش ما طلتش الدخان صاحبي وهذا الكيف؟ قال لك نهرب بالواقع، نهرب بالواقع، نساو شويه. ايوا هذا هو الهروب، وتبقى عبد لهذاك الشيء الى يوم القيامه. كي دير لها؟ ما هذه النفسيه المهزوزه؟ ولا تعبد انت يا قارو؟ زعما انت ربي كرمك وكذا وانت وليت تعبد لي قارو؟ واش هذه الغريبه؟ اذا هذه معادله ثلاثه لابد ان يعرفها الانسان وهو يقوم بوظيفه الانذار. الاولى واسمها هي لا يجمع الله على عبد امنين ولا خوفين. الثانيه من خاف الله خوف الله به كل شيء،
ومن لم يخاف الله خوف الله من كل شيء. صحيح. والثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى كل من تخافه إلا وتفر منه إلا الجبار إن خفته فأنت تفر إليه فلا ملجأ لك ولا منجى منه إلا إليه. هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن يقول تعالى فأنذرتكم كم وسويان الجمع ما من أنذرتكم زين. هذه الكلمة في القرآن هل يستثنى أحد من الإنذار؟ يقولوا لي يقولوا هذا عالم ينذر ولا ما ينذر، هذا عابد كبير، هذا ملك، هذا طاغوت، هذا جبار، هذا فقيه، هذا يبيع الكيف، هذا با، هذه عمتي، هذا ولدي، هذه ولد اختي. هو سمعت شيء ولا؟ فانذرتكم بغض النظر عمن ان تكون، واش طائع ولا عاصي، واش قريب ولا بعيد، كلكم 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 كلكم، واللي ما يسمعش النظارة ويتكبر هذا قد زكى نفسه. والله يقول ولا تزكوا أنفسكم وهذه علامة الحرمان والخذلان. أنا كنت في البلدية وكي يجي وقت الصلاة كينوض واحد السيد يقول بغينا نصليو الظهر، ينوض ذاك المسؤول يقول كاع رحنا نصليو تادي راه عبادة شدنا توعظني انت خلي عندك هالوعظ، الوعظ خليه في الجامع. وبقى نشوف نقول يا الله سيدنا رسول الله ربي يقول له يا ايها النبي اتق الله. خير الخلق كيقول له اتق الله، لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. عبس وتولى ان جاولا وما يدريك لعله يزكى حتى قالوا كلا انها تذكره، ربي يذكره، انها تذكره لمن شاء ذكره. ابن عمي الانسان وشحال جبار. انا وشحال عشتو بزاف مع هذوك اللي يديروا الكوستيمات ويا سيدي والكرافطات، ومنين نحضر معاهم في اللقاءات تجي تقول لهم شي حاجه يقول لك يا سيدي انت واش تقرا علينا. انا واحد النهار دخلت ما كانش عندي ما عنديش الحق ندخل في واحد الاجتماع، كنت انا غير نسجل يعني ندير المحضر. وكانوا يديروا المداخلات حول واحد العمل لا يرضي الله، ورفعت صباعي على باب قال واخا هذاك موظف، واخا موظف نعطيو له الكلمه، نعطيو له الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هذا العمل اللي راكم ديروا عمل طيب ومبارك، وهذا نقاش ان شاء الله تبارك وتعالى نقاش مفتوح وكذا في الاخر، هذه الديمقراطيه وكذا، لكن استسمعكم ان شاء الله. عندي ملاحظه واسمه هي لا يمكن ان تناقشوا امرا حرام في الشريعه، فلنفرض ان الاغلبيه صوتت على هذا الذي تريدون، هذا حرام، باش تبقاو تناقشوا على قضية تعطيو الرخصة للراجل باش يحسس المرأة. وبغيت ندخل لهم بغيت ندخلهم في التفاصيل، الراجل إلا عبث بالمرأة، إلا شاف غير الشعر تاع المرأة. وقفوني وقالوا هذا ما عندوش حق يهدر، علاش يهدر؟ شكون يهدر؟ ولكن أنا ما تزال. سيدي هذا ما يهدرش هذا، هذا يكتب ويسكت. صافي ولا يهدر ويسكت. أنا حسب لهم أنا غادي نقول لهم شي حاجة أنت عدلوا الحوانة وعدلوا كذا. هذا هو شفتوا كيفاش مجرب بزاف هذه المسائل هذه، كيقول لك يقول لك خليني بديك الموعظه ديالك، احنا رانا انا وانت تعلمني ولا انت تواظني ولا ودير هكذا تعلمني انت الاخلاق الاخلاق. وانا يشوفوني مساكين يقول يا مساكين سيدي ربي القران نزله من الاول غير التالي، وكل ركعه كتقول غير المغضوب عليهم والضالين وقلبك يرجف وتوقف بين يدي الله في كل صلاة اللي تستحضر عظمة الله. وانت يا من توقف قدام واحد كي نشوفه ما يوقفوا قدام واحد السيدة ومن صعب الدنيا والله محروق بابا ملي يبانوا لي بحال العبيد نقول له والله تخربيق إلا ما كان
علاش يبان لك هذاك اللي عنده السلطه وظالم بحال البعوشه؟ بعوشه اللي ما عرفش ربي بعوشه. كيف تنسى الله؟ الله كيفاش درتها؟ بغيت تعظم لي انت البشر اللي غدا وغدا هذوك اللي في القران راك شو واش يقولوا؟ واش يقولوا؟ قالوا ان اطعنا سادتنا وكبر فضلونا السبيل. ربنا اتي مضاعف عاد اليوم عاد اتي مضاعف من العذاب والعنا هنا يطعن الكبير طعن الكبير طعن اللي خلقك واللي عنده الاكسجين يتردد في صدرك والذي بيده روحك واليه ترجع. سي محمد سي محمد سي محمد سمعت؟ فانذرتكم ما معنى انذرتكم؟ زين القاعده الاولى زين لا يستثنى احد من النظار عالما كان او اميا او رجل السلطه او طائعا او عاصيا او زاهدا او عابدا او مسؤولا او 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 فالمسيح يقول الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال لله. ما معنى النصيحه لله؟ شكون يعمل النصيحه لله؟ تنصح انت ربي ولا؟ ما معنى النصيحه لله؟ زين ما معنى النصيحه لله؟ زين ان تنصح زيد لله ما معنى لله؟ تريد وجه الله. ما بغيت انا حتى شي حاجه بهذه النصيحه. انا بغيت غير خفت عليك نحبك ما بغيتكش ديك الطريق باش حتى اللي تولي حجره في جهنم. انا هادشي علاش؟ انا ماشي باش نتكبر عليك ولا نقول لك انا راني نعرف. انا بذاتي خصك تشوفني غلط تقول لي رياض السي راك غلط. كان سيدنا عمرو بن عبد العزيز من يدخل عليه محمد بن الكدير قال له يا محمد اذا دخلت خذ بتلابيبي وقل لي يا عمر اتق الله فلا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. وعمر من قال له واحد اتق الله قال له الجارو اتق الله. اش قالت؟ قالت له ذيك المرة اتق الله الجارود قال لها ما عرفتيش شكون هو؟ قال له بالك ايها الجارود بالك لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. كيف لا اسمع ممن سمع الله لها من فوق سبع سماوات؟ كان المقصود هو خولة بنت ثعلبة التي وردت في سورة المجادلة او المجادلة. اسمعت إذا هذه الأولى لا أحد فوق النظارة. وكتب كريم يقول هالكلام كريم يقول لا أحد في الأمة فوق أن ينصح ولا أحد في الأمة أقل من أن ينصح. أقل هذا قاعدة. لا أحد في الأمة زين أن يكون فوق أن ينصح ما كانش لي فوق النصيحة لأن من قالوا له يا رسول الله لمن؟ قال لله لرسوله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله زيد لأئمة المسلمين الأولى لله ثاني لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الأئمة تصح الأئمة ولعامتهم. هذه هي العبادة التي تصرف لكل الناس. فأنذرتكم أنذرتكم جميعا. واسمو فهمتم هذه أنذرتكم الواش هذه القضية تاع النظام الجامعي واسمو زيد يا زيد الواش تربي الإنسان المسؤول بين يدي الله عن شرع الله وعن حدود الله. تربي فيك أن كل واحد راه واقف على حدود الله حتى واحد ما يبغيش شي واحد قريب له ولا بعيد له عالم ولا ماشي عالم حتى واحد ما تبغيه يوطى على حدود الله وانت تسكت أبدا أبدا. المغرب الآن يشهد مسألة الهجوم على قطعيات الدين. ينبغي للعلماء هذا صوت للعلماء أن يقوموا بوظيفتهم حتى لا يقعوا عياذا بالله في مسألة التفريط في الشريعة فيحملون الأوزار تاع الأجيال المتعاقبة. سمعت يا سيدي؟ أنذرتكم جميعا جميعا. وأنا هنا ما كان ما عندي علم والو. أنا هنايا راني كنذر شكون هما العلماء ديال المغرب بانطلاق من هذه الايه. انا اما ان تقوموا بالواجب للحمايه بيضه الدين واما سنكون خصماؤكم يوم القيامه. والله العظيم في هذا المنعطف التاريخي الخطير قال لي السي معاذ كملت الوقت وهذا الدرس 29 من سورة الليل إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء
الجمعه الجايه نزيدوا نكملوا باذن الله في هذه الايه ان شاء الله. فانذرتكم المره الجايه نتكلموا على نارا تلظى ان شاء الله. صلى الله تعالى ان يرزقنا واياكم التوفيق والسلام. آمين. آمين. آمين.